مساء الخير على كل مستمعي نجوم اف ام الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي. معاكم خالد بيبو كل يوم اربع من الساعه 10 12 مساء في برنامجكم ملعب النجوم. النهارده معانا ضيف عريس البطوله الافريقيه ونجم شخصيا انا بحبه جدا وبسعيد جدا لما بشوف في الملعب وبسعيد جدا لما بشوفه بيتالق، لاني انا بحس ان هو واحد من الناس اللي بداوا يعني وانا ببطل بقى يعني وانا داخل في التبطيله هو بدا معايا ان هو يلعب معايا كوره، وانا كنت سعيد جدا لما شفته وكنت بتنبأ له بمستقبل كبير، وهو بصراحه يعني يستاهل كل خير. بس طبعا قبل ما نخش مع نجمنا النهارده ونتكلم معاه في كل تفاصيل المباراه بتاعت نهائي افريقيا ونتكلم في تفاصيل حياته، طبعا نتوجه بخالص التعازي لضحايا حادث قطار اسيوط. نسال الله أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان ويسكنهم فسيح جناته، وحادث كبير وحادث صعب جدا، ونتمنى إن شاء الله يا رب تبقى آخر الأحزان في بلدنا الحبيبة مصر. ضيفنا النهاردة هو نجم كبير الحجم ولا كبير الاسم، ضيفنا النهاردة فيكم كابتن وليد سليمان. أهلا بك يا وليد. أهلا بك يا كابتن، وزي ما حضرتك قلت أنا متقدم بالعزاء أطفالنا وأهلينا في أسيوط، وإن شاء الله ربنا يصبرهم بإذن الله. موضوع صعب جدا يا وليد، أنت كنت عرفتوا الحادث ده قبل المباراة ولا كان عرفتوه بعد المباراة؟ لا والله يا كابتن، إحنا عرفنا بعد المباراة في الأوتيل لما رجعنا الأوتيل. طبعا كل اللعيبة كانت فرحانة جدا إن حققت البطولة. لما رجعنا يعني لو حضرتك كنت موجود شفت المنظر، كان منظر صعب جدا على اللعيبه كلهم قاعدين قدام الاواد، منظر كان صعب يعني. شايفين الصور على النت وعلى اليوتيوب، شايفين حاجات صعبه جدا، كان منظر مؤسف طبعا. طب كويس انت قلت الكلام ده، وحبينا ان احنا نسالك في البدايه عشان الناس تبقى تعرف ان نجوم النادي الاهلي ما كانوش يعرفوا قبل اللقاء، واذا كان حد عرف فهم بيعرف يعني باسلوب فردي، يعني واحد دخل قبل اللقاء بسرعه شاف الاحداث او شاف الاخبار، انما كل نجوم الاهلي بعد اللقاء كانت بتتصرف بشكل طبيعي جدا، ما كانش يعرفوا الحادث الكبير، وكان فرحهم ده بالنسبه للمناسبه خدوا بطوله افريقيا، انما بعد ما عرفوا الحادث كل الاسلوب تغير. بالظبط يا كابتن. كابتن وليد في البدايه بقى كلمنا عن المباراه، او كلمنا عن الهدف، انا عايز اتكلم معاك عن الهدف الاول لان الموضوع كبير جدا. والله يا كابتن انا عايز اقول لحضرتك ان اول حاجه مباراه زي كده، انا اول مره يعني اكون في مباراه زي كده نهائي ونهائي افريقيا وفي النادي الاهلي وظروف صعبه مرينا بيها. المباراه دي كانت بالنسبه لي كان نفسي ان ما اكونش مصاب، وكان نفسي ان انا اكون بتمرن زي زمايلي، كنت اعمل حاجه كبيره جدا، وكان عندي طموح في المباراه دي ان انا اقدم حاجه للناس كلها، حاجه بالنسبه لي انا كانت تبقى حاجه جميله جدا. الحمد لله ربنا وفقني في الهدف. كرة انا استلمتها قطعتها من بعد نص الملعب، كنت انا نازل بدافع مع احمد شديد، وتوقعت ان السردباك هيباصي كرة في العمق، رحت قطعها ومكمل بيها، بصيتها لجده وتحركت في جوه الملعب. جده توقعت انه يحطها لي، حطها جده طبت مرة شلتها من فوق السردباك وسندتها برجل اليمين، والثالثة كانت بشمالي في الجول. يا جماعة عايزين نقول طبعا اي حد النهاردة عايز يسأل الكابتن وليد في اي حاجة، اي سؤال يكلمه في اي تفاصيل النهاردة، يعني انا حابب ان كل الاسئلة تبقى منكم للكابتن وليد، لان كابتن وليد من زمان يعني ما بيطلعش كتير في التلفزيون او بيتكلم كتير، فانا عايز يسأل اي تفاصيل عن وليد. اتكلمنا طبعا على 1006 يعني رقم الرسالة بتاعتنا، والنهاردة طبعا الكابتن وليد زي ما احنا متعودين في تشيرت بتاع الكابتن وليد هدية طبعا اللي هيكسب النهاردة. للسؤال طبعا هيبقى في اللينك اللي جاي، هنقول السؤال بتاع الكابتن وليد واللي هيكسب هو اللي هياخد التشيرت. واي حد عايز بقى يسأله سؤال من غير الاجابات طبعا على الفيسبوك زي ما احنا عارفين ومتعودين، وكل الناس اصدقائنا بيبعتونا، وتقريبا الرسالة ابتدت تشغل من بدري هي بصورة صاروخ، حتى طبعا بيقول لك ده نهائي الشهداء. طبعا يا كابتن وليد ده كان نهائي الشهداء. بالظبط يا كابتن، ده احنا من قبل ما نوصل نهائي، وكل اللعيبه واخد عهد على نفسها والجهاز الفني والاداره ان ربنا يوفقنا ونهدي البطوله دي للشهداء، وده بالنسبه لنا احنا ده مش كاس افريقيا، ده كاس الشهداء.
وعلاء الحاضر طبعا بيقول لك مساء الفل يا كابتن وليد، البقاء لله في الشهداء اسود. طبعا البقاء لله، واحنا زي ما اتكلمنا في اول لينك ان طبعا الحادث صعب جدا و حادث اليم يعني، واحنا الواحد طبعا بقى دلوقتي بيصحى كل يوم على اخبار تزعل، اخبار حزينه، وده كان حادث كبير جدا من الاخبار اللي فعلا ضايقت الواحد بشكل كبير. طبعا الناس على طول تجاوبت معاه، كابتن وليد ما كناش تعرفه قبل المباراه، هو كابتن وليد قال ان هو ما كانش يعرفه والامور. عايزين بقى نخش ايه، نفوق شويه ليدا ونتكلم معاك بقى ايه في تفاصيل اللقاء، وقول لي بقى قبل اللقاء اليوم، قبل اللقاء عملتوا ايه، والتمرين كان عامل ازاي، واخباركم ايه في تونس. عايزين نتكلم على تفاصيل بقى كويسه. والله يا كابتن بص، ان التدريب اللي قبل المباراه بيوم، حضرتك عارف التدريب ده بيبقى خفيف يعني، اللعيبه كلها جواها حماسه يا كابتن مش ممكن يعني، لدرجه ان كابتن حسام خلى التدريب تدريب صغير قوي يعني، شاف الحماس بتاع اللعيبه قالوا اجلوا الكلام ده لبكره، انا شايفكم ما شاء الله يعني. اللعيبه كانت مستنيه اليوم ده، والحمد لله لما جينا في اوضه اللبس يوم المباراه، انا اول مره يا كابتن، انا بقالي دلوقتي سنتين في النادي الاهلي، اول مره اشوف الروح دي جوه اوضه اللبس، جوه اللعيبه كلها، شايف روح غير طبيعيه. قلت ان شاء الله ربنا يوفقنا. وانا واحد من الناس كنت بعيد، كان بقالي 10 ايام ما بتمرنش مع الفرقه، اتمرنت تمرينتين بس. وكنت حاسس لما شفت كل زمايلي جواهم حماس وبيحمسوا بعض في اوضه اللبس، حسيت نفسي يا كابتن ان انا جوايا طاقه عايز اطلعها في الملعب، اكني بتمرن زي زمايلي. والحمد لله نزلنا ادينا مباراه عاليه جدا، وكانت بره ارضنا، وكان حاجه جميله يعني. صعب جدا ان انت تلعب نهائي وانت يعني انت عادل اول مباراة عندك، وبعدين بعد كده بتحس ان الامور صعبة جدا، وتلعب هناك وفي تونس وجمهور كتير. ازاي اتكلمتوا مع بعض، وازاي خرجتوا بره الموضوع يعني، بره ان انتوا تبقوا قلقانين من اللقاء يعني؟ والله يا كابتن انت عارف ان كابتن حسام عنده خبرات كتيرة جدا، واللعيبة اللي معانا لعيبة كبار وعندها خبرات. لما جينا وشفنا يعني، كابتن حسام قال لنا اول حاجة انتوا تلعبوا لعبكم العادي، اللي انتوا عملتوه لحد دلوقتي ده انجاز برغم الظروف اللي احنا مرينا بيها على مدار السنة. انا عايزكم تلعبوا لعبكم العادي زي ما بتشوفكم في التدريب، اللي عايز يعمل اي حاجة يعملها، بس في نفس الوقت تبصوا ان دي مباراة واحدة، احنا ما بنفكرش ان احنا لعبنا مباراة وكانت النتيجة صعبة علينا في مصر، لا دي مباراة واحدة ومباراة فاينل، ولازم المباراة تخلص من هنا اكنها ماتش واحد لازم يخلص من هنا. نزلنا الملعب كل اللعيبه حست ان فعلا دي لازم نخلص المباراه، ان دي ما فيش مباراه تانية، هي دي اخر مباراه بالنسبه لنا. والحمد لله اللعيبه نزلت ادت اداء عالي جدا، يمكن بشهاده كل الناس وكل المحللين قالوا ان الاهلي ما اول مره نشوفه من 4-5 سنين مباراه جميله امتعنا مصر، والحمد لله يعني حققنا البطوله يعني. كنت تتوقع الفوز يا وليد؟ اه كابتن، انا عايز اقول لك حاجه كابتن، في ناس ما في النادي وممكن تسالهم، قلت لهم ان احنا هنكسب 2-1. واحنا في الطياره كان استاذ ايهاب الخطيب بيكلمني بيقول لي انا سمعت ان انت بتقول في النادي ان النتيجه هتخلص 2-1 لصالحنا وكده. قلت له هتخلص 2-1 وانا هجيب الجول الثاني. كان جوايا احساس ان انا هجيب جول، حتى الكابتن سيد والكابتن احمد ايوب قالوا لي احنا حاسين ان انت هتخلص المباراه والبطوله هتكون على ايدك انت. الكلام ده قبل الماتش بكام يوم. والحمد لله كان ربنا وفاني. انا يعني كنت بعيد عن الفرقه، بس كنت الحمد لله نزلت الملعب وانا عايز اطلع كل اللي جوايا، زي ما كابتن حسام قال لي انت بعيد بس العب طلع كل جواك، ولو تعبت هنغيرك واحنا حاسين بيك وعارفين. والحمد لله بعد ما طلعت كل جوايا جالي شد، وكان عندي انا مشكله في ركبتي حسيت بيها وخرجت من الماتش، بس الحمد لله خرجت وانا مبسوط والدنيا كانت حلوه يعني الحمد لله. بقول طمني على اصابتك بقى يا وليد. والله يا كابتن انا اصبت من ماتش سانشاين في نيجيريا، كان في رش حصل قبل المباراه بيوم وما كنتش هلعب الماتش، دكتور ايهاب طبعا عمل لي جلسات وبرنامج كده صغير. الحمد لله لعبت الماتش وربنا وفقنا بنتيجه كويسه 3-3، ورجعت من نيجيريا على المنتخب، كان في دبي. جيت رحت مع المنتخب ما نزلتش التدريب، ركبتي كان فيها ورم مرشح جامد جدا. دكتور طارق سليمان قال لي لا ما ينفعش تلعب بالورم ده اللي في رجلك، لازم نطمن ونعمل اشعه. عملت اشعه في دبي طلع عندي قطع صغير في الغضروف الداخلي.
جي نزلت جبت الاشعاعات ونزلت على مصر. كان الدكتور هاب مجهز لي مع الدكتور, يعني كان مظبط مع الدكتور احمد ان انا اعمل منظر وكده. نزلت الدكتور هاب قال لي طب ما نعمل اشعه تاني نطمن. عملت اشعه ما ظهرش فيها حاجه. جي قال لي لا طب نستنى شويه ونعمل تقويات ونشوف, لو الرشح ما نزلش يبقى كده نعمل منظار. فالحمد لله يعني الرشح خد 5 ايام ونزل من ركبتي. كان الماتش العوده بتاع سانشاين. طبعا فضل الدكتور هاب اني يريحني ما شاركش في المباراه دي. الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا المباراه. جه مباراه الترجي كابتن حسام قال لي المباراه احنا محتاجين ان احنا ربنا يكرمنا بالبطوله وكده, واحتاجينك انت معانا, انت عنصر اساسي ومهم في الفرقه. الحمد لله نزلت المباراة, كنت برضو بقالي فترة بعيد ونزلت المباراة, عملت مباراة كويسة في برج العرب والفرقة كلها أدت مباراة كويسة, بس ما كانش فيه توفيق ان احنا يعني نكسب المباراة تعادلنا. بعد المباراة في برج العرب ركبتي ورمت ورم اكتر من الاولين طبعا, والدكتور هاب قال لي طب ما احنا كده حرام ان انت تضيع نفسك بطولة وانت راجل تعبت معانا من الاول, معلش نمشي على نفس البرنامج ونلعب بطولة, وبعد البطولة لو في خير هنشوف يعني ربنا كرمنا ممكن نأجل او نعمل اي حاجة تانية. جيت خدت فترة طويلة 10 ايام مع دكتور هاب, حتى دكتور هاب بيقول لي ان شاء الله انت هتكسبنا ولو حصل ده يبقى انت كده رفعت راسي في الفرقة, عشان انا قايل لهم اني ما يعملش منظر دلوقتي وكده يعني. الحمد لله نزلت تدريب واحد هنا في مصر قبل ما نسافر تونس واتمرنت مع الفرقة هناك, والحمد لله ان ربنا وفقنا. هو دايما اللي بيبقى مع دكتور هاب علي بيقعد فترة طويلة, حاجه من الاثنين, ينزل يكسر الدنيا ينزلش خالص. الدكتور هاب يعني عمل مجهود كبير جدا طبعا, وفرصه النهارده ان انا اشكره فعلا, لان الدكتور هاب من الناس اللي بتتعب جدا في الفرقه يعني, شخصيه جميله جدا, وكمان من الناس اللي كل حد كل واحد من اللعيبه بيحب ان هو يتكلم معاه ويميل عليه شويه قبل اللقاءات. المهم لا بصراحه دكتور هاب شخصيه جميله جدا, وانا يعني من اول ما جيت النادي قربت منه, حاجه جميله جدا يعني, وفي اي حاجه بطلبها منه بيعملها, مش شرط لي انا يعني, لو اي حد من العيله صاحبي قريبي عايز في مشكله في رجليه في ظهره, راجل ما بيأثرش خالص, راجل جميل يعني ما شاء الله عليه. ما شاء الله. لسه هنكمل معاكم طبعا, لسه قدامنا يعني اكتر من ساعه ونص هنقعد نتكلم مع الكابتن وليد في كل حاجه, ومستنيين اسئلتكم. وانا شايف كل حاجه, شايف الناس اللي بتتكلم كويس والناس اللي زعلانه, في ناس برضه زعلانه, هنقول برضه رساله ونقدر نتكلم معاهم, وهنبقى في اللينك اللي جاي على طول سؤال هيقوله الكابتن وليد, وهيبقى الجائزه بتاعته النهارده التيشيرت بتاع الكابتن وليد, هيبقى اللي هيكسب هياخده الاسبوع الجاي مع نجمنا اللي هيبقى موجود معانا الاسبوع الجاي. لسه مستنيين اسئلتكم واللينك الجاي, نستنى اجاباتكم على 1006 على الفيسبوك, دايمكم معاكم على طول. ولسه مكملين معاكم برنامجكم ملعب النجوم, وضيفنا وضيفكم النهارده نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب القومي الكابتن وليد سليمان. زي ما قلنا النهارده انا بحاول بقدر الامكان ان انا هقرا كل رسائلكم والحلقه بتاعتكم النهارده مش بتاعت انا, لان وليد من الناس اللي ما بتتكلمش كتير وما بتخرجش يعني ما بتطلعش كتير في الاعلام, فانا عايز اي حد عايز يساله في اي حاجه يساله, فانا بحاول بقدر الامكان النهارده ان انا هوفر اسئلتي كلها واخلي اسئلتكم كل اسئلتكم هي اللي معايا النهارده. في محمد زخاري, يا حاوي الف مليون سلام عليك, وريت تقول لنا ايه حكايه الاصابه في الركبه ومراحل العلاج امتى وهتلحق اليابان ولا لا. وفي انت ترديت تقريبا على يعني ان شاء الله هلحق, يعني همشي على نفس البرنامج القديم مع دكتور هاب, وان شاء الله بعد اليابان هعمل منظار ان شاء الله. طب انا عايز اكلمك في نفس الموضوع, اليابان بالنسبه لك ده حلم كبير ولا ايه؟ طبعا يا كابتن, اي لاعب يتمنى يلعب مونديال الانديه في اليابان, ودي حاجه تبقى في التاريخ للاعب يعني, تبقى في السي في بتاعه. وحضرتك عارف يا كابتن بعد الظروف اللي مرينا بيها في ملاعب كتير وحشه في افريقيا, يعني اتمنى نكون موجودين في اليابان في حاجه تانية يعني, حاجه جميله يعني. في احمد القاضي, احلى مسا عليك يا بيبو, احلى مسا عليك يا كابتن وليد. ماشي. في محمد رسالته بيقول لك يا عم انتوا بتتريقوا ان هي شهداء مين يا عم, انتوا ممثلين قوي. اشكرك, عايز اقول لك ان لعيبه الاهلي ما بتعرفش تمثل, وشكرا يعني. احمد الابيض, انا بحبك وبحب مصر كلها. شكرين, الله يخليك يا رب. شكرين, انا اشوف برد عنك ازاي. ايوه.
يعني النهارده عايزين نسال كابتن وليد بقى في اسئله يعني كلها. منور يا حاوي محمد شادي. ايه حكايه الحاوي دي؟ والله كابتن هو جمهور الاهلي يعني. بس هي الحاوي دي بصراحه كانت بتتقال محمود عبد الحكيم. محمود عبد الحكيم. ما انا قلت ايه الحكايه. حاويد ما شاء الله عليه حسن يعني. بس مش عارف هو جمهور الاهلي مره حاوي كده يعني. في محمد محمود منصور. ازيك يا كابتن بيبو؟ ازيك يا كابتن وليد؟ مبروك الفوز والجون بتاعك كان روعه بصراحه. حل محل جون ابو تريكه في الصفاقس. لا كمان الحمد لله توفيق ربنا. توفيق ربنا الحمد لله. في احمد سليم بيقول لك سلام كبير قوي لاجمد لاعب في النادي الاهلي. وعايز اسالك كابتن وان شاء الله هيبقى جاهز قبل اليابان. كل الناس بتسال عايزه تعرف ايه موضوع هتلحق اليابان ولا لا. ان شاء الله كابتن زي ما قلت هلحق ان شاء الله اليابان باذن الله. في حد تاني محمد بيقول لك ممكن اسال الكابتن وليد سؤال، امتى هيسافروا اليابان وفي ماتشات وديه قبل اليابان ولا لسه؟ طف اجازه دلوقتي مش عارفين اي حاجه. بس هنسافر يوم 30 ان شاء الله وهيبقى في ماتش هناك يوم 4 او يوم 3. ماتش ودي. ماتش ودي. انت هتلعب بقى ماتشات وديه دي ولا انت هتبقى يعني مريح بقى؟ لا هلعب يا كابتن ان شاء الله. طيب في نور الامل، احب اسلم على الكابتن بيبو والكابتن وليد. مش كريم يا نور؟ ايه مش هتقول لها حاجه؟ طب شكرا حبيبي. شكرا. برضو تاني محمد نصر بيقول لك احلى سلام للحاوي مبروك. انت ايه خدت الحاوي دي من محمود؟ محمود هيسعى كده محمود. نخش بقى على 1006. الف سلامه يا وليد ده احمد عبد الحفيظ. الله يسلمك. ده لقب سيد ولا ايه؟ ممكن. يا روح. في تليفون محمد، ده محمد ايمن بيقول لك عارف يا كابتن وليد احلى حاجه في النادي الاهلي هي الروح. طبعا روح الفانله الحمراء. يا بيبو احمد ومحمد اولادي بيسلموا عليك انت والكابتن وليد سليمان المبدع الاسطر رضا. الاسطر رضا المفروض النهارده كان يكسب معانا بس هو اعتذر عشان هو موجود في شرم الشيخ. ان شاء الله يجي الاسبوع الجاي ياخد التيشيرت بتاعه. وليد بقى انت سيبنا شويه من الرسائل وايه عايزين نتكلم شويه مع بعض بقى عن ايه يعني عنك انت بقى. تمام يا كابتن. اخر حاجه قالها لك الكابتن حسام بدري قبل ما تنزلي. والله كابتن حسام يعني انا طبعا بشكره ان في ثقه كبيره جدا مدهاني كابتن حسام من ساعه ما جه يعني. قال لي انت لعيب كويس وعندك امكانيات كويسه وعايزين نستفاد بامكانياتك. وكان في موقف كده حصل قبل البطوله دي، شافني زعلان بيقول لي في ايه؟ قلت له انا حاسس ان الامور ممكن تبقى زي السنه اللي فاتت، ان انا حسيت ان انا اتظلمت شويه مع مستر مانويل. قال لي لا خالص، انت عارف ان انا بحبك ومعجب بلعبك وان شاء الله هيكون لك دور كبير في الفرقه. انا بحب كابتن حسام جدا وبحترمه، هو كابتن ايوب وكابتن يوسف الجهاز كله طبعا يعني ناس محترمه جدا. وكابتن حسام قال لي انت راجل، او قبل المباراه انت راجل انك بتتحمل وعايز تبقى موجود وان شاء الله ربنا يوفقك وربنا يكرمنا النهارده ان شاء الله. ده شيء مهم جدا انت تبقى حاسس قبل ما تنزل ان المدير الفني عنده ثقه كبيره فيك. طبعا. وده يعني في ناس كتير قوي بتفهمها غلط يا وليد، بيتقل بيحس ان هو يعني ايه انا ايه ده الماتش كله انا هشيله فوق دماغي. لا يا كابتن بالعكس يعني انا لما قال لي كابتن حسام كده كان بقالي فتره طويله جدا ما بتمرنش. الكلمتين دول طبعا مع الجمهور اللي انا شفته جمهور كبير جدا من تونس. يعني عملت مجهود عالي جدا يعني مشاهدة الناس كلها. يعني لو واحد غيري بقى له فتره ما بتمرنش مش ما كانش هيلعب ولا يكمل 10 دقايق ولا ربع ساعه في ماتش تقيل زي ده كابتن. ما هو ده اللي احنا بنقوله يا وليد، ان في ساعات تعليمات تبقى من الجهاز الفني تبقى بتساعد اللعيب ان هو جوه اللقاء يبقى بشكل كويس. بالظبط. كمان الفوقان للفرقه، ده بقى السؤال اللي انا عايز اسالك وعايز تقول لنا كده بالراحه، ايه الفوقان اللي كنتوا فيه ده؟ يعني في وقت انتوا كنتوا راكبين اللقاء طول من اول الماتش لاخر الماتش راكبين اللقاء وفي كل لعبه فايقه. والله كابتن حسام قال لنا العبوا براحتكم، انتوا لعيبه كويسه جدا وانا عايز اشوف لعبكم بتاع التدريب في المباراه دي. انتوا عملتوا اللي عليكم لحد كده بس احنا عايزين نشوف لعبكم وتمتعوا بالكوره، اتمتعوا في الجو الجميل، كان جو جميل جدا، الجمهور كان جمهور عظيم من تونس ومن مصر، قال اتمتعوا
ومتعونا بره، خلانا نزلنا نلعب براحتنا، كل لعيب معلوش ضغط بس بنفكر في البطوله. بس في نفس الوقت يا كابتن حضرتك عارف مفيش واحد ملتزم بمكان، لا كنت انا مره في اليمين عبد الله في الشمال، انا في الشمال عبد الله في اليمين، كذلك حسام غالي وحسام عاشور، كان في اريحيه في الملعب. والحمد لله يعني ربنا وفقنا ان ما كانش علينا ضغط جامد من الكابتن حسام ولا من الجهاز ولا من الاداره. ده كنا نازلين زي ما قال لنا متعوا نفسكم وعايزين نشوف مباراه جميله، والحمد لله يعني كان اداء جميل وربنا كل مجهودنا بتفوز. ده مهم جدا وليد ان انتوا كسبتوا مباراه زي كده، بس في رساله عجباني قوي، ميسي مصر الف مبروك. ده عاصم موسى، عصام موسى، عصام موسى سوري. الله يخليك يا رب. ايه الاسماء الجديده دي؟ والله كابتن مش عارف يعني، بقول له شكرا. ايه بقول له شكرا. ايه انت هتبتدي الالقاب بقى يعني تيجي عليك كتير ولا ايه؟ مش قوي كده كابتن، مش ميسي يعني، خلينا حاجه خلينا حاجه نقدر نشيلها بالظبط. عايزين نقول بقى طبعا سؤالنا النهارده، كابتن وليد احرز هدفين في بطوله افريقيا في مين؟ في الزمالك ولا في تشيلسي ولا في مين؟ سانشاين. ايوه ولا في ترجي. ولا في ترجي. دي اجابه من حد يقول الاجابه بقى، مش هنقول لكم. وليد احرز هدفين في بطوله افريقيا، احرزهم في مين؟ الاجابه النهارده اللي هيجاوب النهارده هياخد تيشيرت كابتن وليد، هو جابه لنا هديه وتيشيرت معانا بره، وهيجي ياخده الاسبوع الجاي من النجم اللي هيكون معانا الاسبوع الجاي. كابتن وليد يعني حرص النهارده يكون موجود معانا رغم ان فعلا اصابه منعاه وما خرجش من البيت من ساعتها ما جيت، صح يا وليد؟ لا خالص والله يا كابتن. ما تخرجش من البيت ليه بقى؟ لا والدي ووالدتي واخواتي، وحضرتك عارف ان بلد زحمه يعني فرصه تلاقي انت يعني والدك ووالدتك بيغيب عنهم كتير بالظبط، ففرصه تلاقيهم معاك يعني. بالظبط، ان انا اقعد معاهم بقالي فتره ما قعدتش معاهم، قلت انه الثلاث ايام دول الاجازه اقعد معاهم ونرجع بقى للتدريبات احيانا بقى ترجع بقى للايه؟ المطحنه. والله. واحد بيقول لك هو انت خدت اللقب من محمود عبد الحكيم؟ لا ما اقدرش، محمود يزعل مني. محمود الحاوي معروف يعني من ايام السويس بتروجيت. ومحمود هو الحاوي فعلا. محمود طبعا لعيب محترم جدا 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 يا كابتن، ومن احسن لعيبه. انا عايز اتكلم معاك شويه بقى عن زمالك في بتروجيت، فرصه ان الناس يعني فكرتنا بفرقه بتروجيت، وان انت طبعا بتروجيت كان بالنسبه لك بدايه جيده. الحمد لله يا كابتن، في ناس كتير لها فضل عليا من اول بني مزار فرقتي في بلدي في المنيا كويس، وبعديها الحرس وبعديها الجونه وبتروجيت وامبي والحمد لله الاهلي برضو، في ناس كتيره جدا لها فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، طبعا بشكرهم. وبتروجيت دي بقى اللي هي كان اكتر فتره قعدتها مع زمايلي، قعدت 5 سنين في بتروجيت، كانت ايام جميله جدا. ممكن كان ليا الشرف ان لعبت معاك يا كابتن بيبو في بتروجيت، وكابتن مدحت عبد الهادي، وكابتن علاء ابراهيم، وناس كتير، وكابتن اشرف ممدوح، وكابتن سعيد سعد، ناس كبيره وليها اسماء، وكابتن سمير كمونه. يعني كان الواحد ليه الشرف ان لعب مع اجيال جميله جدا. بتروجيت كان ليا اصحابي كلهم الحمد لله لحد دلوقتي، حتى بروح ازورهم في كان عندي قبل ما اسافر تونس، رحت زرتهم في الملعب بتروسبورت، سلمت عليهم وقعدت معاهم. ناس جميله جدا واصحابي اكتر من اخواتي يعني. لسه بتتكلم معاهم بقى على طول طبعا؟ والناس في بتروجيت كابتن مصطفى هنداوي وكابتن حماد، دول الاثنين دول ما لهمش حل. كابتن حماد ده حبيبي مش ممكن مالهمش حل الاثنين دول. والله العظيم لازم يضحكني كابتن طارق، كل ما اشوف حاجه كده يتصل عليا يضحكني، مش ممكن ما شاء الله عليه. على فكره انا انبسطت جدا كمان انا في فتره بتاعت بتروجيت، وعايز اقول كمان للناس ان فرقه بتروجيت من الفرق القويه جدا اللي بتلعب كوره محترمه جدا، وبصراحه يعني الناس المسؤولين في الشركه كلهم ناس محترمين جدا، وتعاملنا معاهم بشكل كويس، وكان ليهم تاثير ايجابي في حياه كابتن وليد. بالظبط يا كابتن، مش عايز انسى كمان كابتن مختار كان ليه برده فضل عليا كبير يعني، كابتن مختار ده زي والدي، وتعلمت منه حاجات كتير جدا، وهو اللي يعني خلاني وصلت المرحلة دي يعني. حضرتك شفت يعني كابتن في تدريبات في ماتشات كنت بستفاد منه على قد ما اقدر يعني. وبالنسبه لي هو كابتن مختار مش انا بس، كل لعيبه بتروجيت حاجه كده يعني مش هتتعوض. قعد 4 أو 5 سنين مع بتروجيت. 5 سنين. كابتن محمود صالح برضه مش عايزين ننساه برضه، حاجه جميله. كابتن محمود صالح ده ملوش حل، عسل واحد في الدنيا. لسه شايفه من 3 ايام في النادي الاهلي،
موتني من الضحك. لا والله انا ما شفتوش، انا بقالي فتره ما شفتوش والله يا كابتن. لا كابتن محمود ده عسل، ومش عايزين ننسى كابتن علاء بصاده يعني حاجه جميله. احترام كله يعني ما شاء الله عليه يعني. يعني كابتن علاء فعلا يعني من الشخصيات المؤثره في حياتي وفي حياتك. بالظبط طبعا يا كابتن. والله يعني كانت سنه ولا سنتين في ام بي؟ سنه بس. انا كنت حاسس ان انا مش سنه ولا اتنين، حاسس ان بقالي 4 سنين يعني في ام بي. كانت تجربه مفيده بالنسبه لك يا وليد؟ طبعا كابتن، كانت تجربه كويسه جدا. وكان خلاص يعني النجوم بتروجيت ابتدوا يمشوا، وكابتن مختار ابتدى يمشي، كان السيستم هيتغير، كان يبقى صعب عليا ان انا اقعد في بتروجيت. رحت ام بي لقيت نفس السيستم اللي انا كنت متعود عليه في بتروجيت، الناس كويسه وناس محترمه. كان مستر مالدونوف البلغاري كان ماسكني، ومع الكابتن مجد عبد العاطي، مع الكابتن محمود صالح، كان يعني كان جو جميل برده في ام بي. والحمد لله يعني الواحد كان سنه جميله يعني. سنه جميله. الحمد لله. طيب نقرا شويه رسائل برضو عشان حبايبنا يبقوا معانا. تحيه لاجمد كبات في مصر، والله بالله بحبكم قوي وبالتوفيق، وبحييك على الهدف يا كابتن وليد. بيبو كاكا مصر. وليد سليمان ميسي مصر، عمده القهوه. شاكرين يا عم. شاكرين عمده. بس انت كده بتعمل حاجه كبيره قوي. ده بدر سامي بيقول في سانشاين وفي الترجي. احنا عايزين بدر عشان بس اللي بعت لنا، وليد احرز هدفين في ماتش واحد. ماتش واحد. يعني مش بنقول وليد احرز في ايه وايه، لا هو احرز هدفين في ماتش واحد. ده ممكن اسهلها شويه يا كابتن يعني؟ بس ما تسهلش قوي. ما تسهلش قوي. الهدفين في شوط في شوط واحد. يعني خلاص يا جماعه. خلاص يا عم بدر خد بالك. وفي سانشاين خالد فراج، وفي سانشاين والترجي ده بدر تاني. في اسئله، في يعني اجابات كانت كتير قوي، بس مش عايز اخش في الاجابات من دلوقتي لان الموضوع كبير وعايزين نتكلم في حاجات كتير. كابتن وليد انا عايز اخرج وارجع تاني لمصر، لان مصر ده بالنسبه لنا اهم حاجه طبعاً. لان بطوله كبيره، انما برضه عايزين نتكلم معاك في كل حاجه، لان قعدنا نتكلم في مصر هنقعد 4 ايام ومش هنخلص. عايز اتكلم مع حاجات شخصيه عنك دلوقتي. بتفكر في الاحتراف؟ طبعا يا كابتن. بس لو الاحتراف حاجه كويسه تليق بالنادي الاهلي اولا، وتليق بمصر، وتليق بي انا. وزي ما قلت قبل كده كابتن، ان انا مش هسيب النادي الاهلي الا لما النادي الاهلي هو اللي يقول اتفضل. لحضرتك اكتر واحد عارف انا كان بقالي كام سنه عشان البس تيشيرت النادي الاهلي. الموضوع كبير قوي يا كابتن. وفي حاجه كمان يا كابتن عايز اقول لك، يعني مش انا بس، اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي لولا حبهم في النادي الاهلي، لولا ان هم ممكن يتحملوا على نفسهم اصابات او اي حاجه تجيلهم، ان هم يكونوا متواجدين في الملعب او مستعدين يعملوا اي حاجه للنادي الاهلي. ده حب في النادي الاهلي. مش عشان خاطر حاجه. يمكن في ناس كتير بيقول لك ماديات ولا لا، احنا بقالنا اكتر من سنتين وحضرتك عارف يا كابتن الظروف صعبه جدا في الماديات، لكن الناس اللي بتعملوا ده في النادي الاهلي حبا في النادي الاهلي. شفت ايه في النادي الاهلي يا وليد مهم جدا؟ يعني انت برضو يعني فتحت الموضوع ده، وانا دايما بحب اتكلم في النقطه دي لان ده شيء مهم جدا، ولازم الناس تبقى عارفه ان النادي الاهلي اللي بيخش النادي الاهلي بيتعلم حاجات كتير قوي. طبعا يا كابتن. شفت ايه في النادي الاهلي يا وليد؟ والله شفت كل حاجه يا كابتن. النادي الاهلي يعني اول حاجه شفتها الاخلاق والقيم والمبادئ والاحترام، وحتى لو لعيب بيبقى بره يعني مش مظبوط شويه بيدخل النادي الاهلي بيبقى حاجه تانية، يعني بيبقى ما شاء الله التزام، تدين، حاجه جميله جدا يعني يا كابتن. حاجه جميله طبعا. جاب هدفين الثالث والرابع في ماتش تشيلسي، تشيلسي الغاني حوده. حوده شكله كده رايح في حته مش صح. الحل في تشيلسي، انا اسمي اسامه حزين من 6 اكتوبر. لا وسانشاين خالد حسين سانشاين. يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا يعني النهارده عايز كل اللي بعت لنا اخرجهم للناس، يعني مش عايز حد النهارده اللي موجود معانا سواء على الفيسبوك او 1006 ان انا ما اقولش اسمه، لان انا حابب الحلقه دي قوي، وحابب وليد قوي. ربنا يخليك. ومبسوط بيه جدا، ومبسوط جدا بتفاعلكم معايا واللفظ الجديد الحاوي. وانا بحاول بقدر الامكان النهارده يكون معانا حد بقى من زمايلك من بتجيت، لان انا حاسس ان مهم جدا ان هم يحسوا بالانجاز اللي انت عملته سواء مع النادي الاهلي، ويعرفوا ان هو ان شاء الله ربنا ممكن يكرمهم اتنين تلاته لعيبه كمان سواء من بتوجيتا او امبي في النادي الاهلي. يا رب يا كابتن، هم كلهم يسهلوا كل خير والله، الناس لعيبه كويسه جدا واخلاق. يعني مين اكتر واحد تتمنى ان هو يجي معاك النادي الاهلي؟
والله كابتن كتير، انا مش عايز يعني الناس كلها حبايبي، مش عايز ازعل حد، مش عايز ازعل حد، اتمنى الفرقه كلها. بس يمكن انت عارف يا كابتن ان اكتر واحد كان ساكن معايا في عماره واحده، وبنته دي انا اللي مربيها، هو اسامه محمد. باك ليفت، وطبعا انا كنت بلعب قدامها في ليفت، قعدت فتره طويله معايا، ولحد دلوقتي يعني الحمد لله احنا قريبين من بعض، سكن بيجي له وبروح له. اسامه كان يستاهل يعني، قبلي كان يستاهل انه يكون موجود في النادي الاهلي، وفعلا النادي الاهلي ساعة كتير قوي ان هو يكون موجود معاه، بس الظروف ما كانتش ساعتها سامحه يعني، كان لسه بتوجيت بينافس وبيعمل فرقه، فما قدرش ان هو يسيب. بس هو كابتن في الاول والاخر نصيب وتوفيق ربنا يعني، مع يعني كل واحد بيجتهد وبيعمل اللي عليه، بس دي بترجع طبعا توفيق ربنا، لما يكون ربنا رايد له اكل عيش في مكان في نادي في بتاع، دي بتبقى حاجه مكتوبه عند ربنا يعني. وكان في محمود عبد الحكيم برضو كنت اتمنى انه يكون موجود في نادي الاهلي. محمود طبعا من اللعيبه المميزين، وكمال علي ابن النادي الاهلي برضو. لسه طبعا يعني هنكمل معاكم كتير، بس ناخد الثلاث رسائل دول لان حلوين قوي. عاشق النادي الاهلي ميسي مصر وعجباني قوي يعني، حاسس ان انت هتطلع بلقبين النهارده يا ميسي يا الحاوي، نقيلك واحد. انا ممكن لا الحاوي ما اقدرش اقرب منه عشان محمود ما زعلش، ممكن يديك واحده جامده جدا. وميسي ده انا حاسه انه تقيل قوي عليا يعني، مش طب دوروا لنا يا جماعه على حاجه اسهل. ميسي ده حاجه كبيره قوي يعني ما شاء الله يعني. الكابتن وليد جاب جونين في تشيلسي، الجون وخلص الماتش 4-1، ده محمود ممدوح. الاجابه في تشيلسي، دي اسمها صفاء موحي من الشرابيه. طيب احنا هنخرج، والفتره الجايه دي بقى اللينك الجاي ده هنتكلم كله بقى عن الماتش وظروف الماتش وحسام غالي. اي حد عايز يكلمنا في الماتش في اللينك الجاي يبعت لنا عشان نسال وليد ونتكلم معاه في الماتش. سؤالنا النهارده، وليد سليمان جاب جونين في بطوله افريقيا، في مين بالظبط؟ واللي جاب النهارده، اللي هيجاوب النهارده هيكسب تيشيرت الكابتن وليد سليمان. لسه مكملين معاكم بعد الفاصل على طول. لسه مكملين معاكم برنامجكم ملعب النجوم، وضيفنا وضيفكم النهارده الكابتن وليد سليمان، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب القومي وصاحب الهدف الثاني في مباراه النهائي، وده اول نهائي ليه يجيب فيه هدف، صح؟ صح يا كابتن، الحمد لله توفيق ربنا. وليد انا عايز اكلمك بقى شويه يمكن ايه في الكوره، بس من غير ما نخش في التفاصيل عشان خاطر ايه، احنا مش عايزين نتكلم على طرق اللعب والكلام ده. عايز اكلمك يعني الماتش اللي فات لعبته باربعه من غير فيرودز، بالظبط يا كابتن، وانتوا الاربعه كان في تحركات كثيره جدا، وده يمكن سبب مشاكل كثيره قوي فرقه الترجي في الناحيه الدفاعيه، وشفنا ان كان الباك رايت بن عمر اكتر واحد انتوا استغلتوه كلكم، كان اول ماتش بينزل كلكم وبقيتوا تلعبوا في الحته دي. الكلام ده كنتوا متفقين عليه في الملعب ولا الكابتن حسام كان قال عليه، وانتوا استغلتوها ازاي وازاي قدرتوا يعني تعملوها في المباراه؟ والله يا كابتن هو بعد ما جينا نزلنا سخنا وطلعنا تاني بنلبس تيشيرت الماتش، كابتن حسام جه قال سيد وجد اضغطوا على الاثنين سيرت باكات، ووليد وعبد الله اضغطوا على الباكين، عايزكم تضغطوا من فوق يعني. احنا كنا متعودين في الماتشات بنضغط من بعد تلت الملعب، قال لنا لا اضغطوا عليهم من فوق. فعلا كنا بنضغط عليهم من فوق، كانوا هم مش عارفين يعملوا حاجه في الكوره، الا يعني شلتوها تيجي ما بتعديش كمان نص الملعب. احنا بنضغط عليهم من فوق قوي، كانت تيجي في نص الملعب، كان حسام عاشور وحسام غالي بيتعاملوا معاه، حتى الكره اللي شاطها جول ان احنا كنا ضاغطين الجول مش لاقي حد يلعب له، شويتها راحت ردت لعاشور، عاشور حطها لسيد حمدي اللي جت منها الجول. يعني الحمد لله كان ربنا موفقنا وقدرنا ننفذ اللي قال لنا عليه كابتن حسام، وكان قايل لي مش شرط انك انت في الشمال عبد الله يعني، حسب اللعبه لو انت كان في فاول او ركنيه او حاجه ممكن تروح انت ناحيه عبد الله، عبد الله يجي ناحيتك، كان مديني الحريه انا وعبد الله ان ممكن عبد الله يجي الشمال وانا اروح يمين كده، بس في لما تكون الكره مش معانا لازم يكون انا يا انا تحت يا عبد الله تحت مع الباك مع يا اما مع احمد فتحي يا اما احمد شديد. والحمد لله قدرنا ننفذها، وكان الحمد لله كان فيها توفيق كبير يعني. انتوا بتدافعوا لازم يبقى في حد على الجناب عشان خاطر ما يبقاش في زياده، يتلعبوا بخمسه في نص الملعب بالظبط. ده شيء كويس جدا يعني، كان في تعليمات وانتوا بتنفذوها. هل ريحك الكلام ده وليد لما كابتن حسام قال لكم تلعب ناحيه اليمين تلعب ناحيه الشمال، ده اداك مساحه اكتر في اللعبه خليك
بتبقى فايق. طبعا يا كابتن المدرب لما بيديك راحتك في الملعب دي بتبقى حاجه كويسه، وبالذات اللعيب اللي هو يعني بيحب الكوره، بيحب يلعب كوره، بيحب يمسك الكوره كتير، دي بتخليه عكس مدربين كتير جدا يقول لك لا انت لا اقول لك عليه تعمله، تبقى ما تطلعش من الحته دي، مش ده كله بتبقى الواحد بيخنقك بالظبط. لكن اللعيب بحسب اللعبه ممكن يتحرك زي الكوره اللي انا عملتها كده، انا بصيت اي واحد ممكن يباص ويقف. لكن انا بصيت ورحت داخل فيرود وتوقعت ان جدو العبها وكملت وربنا وفقني وجبت جول. كان الحمد لله يعني كان الكابتن حسام مدينا حريه في في الهجوميه، احنا اربعه لازم حتى لو سيد حمدي كان سيد لعبه كتير بره على الجناب، كان لازم حد مننا انا وعبد الله يكمل مع جدو، جدو وسيد طلعوا بره احنا الاثنين انا وعبد الله، يعني ال 18 ما تفضاش لازم يكون فيها حد. والحمد لله يعني كان احنا الاربعه في حريه حركه مدانا كابتن حسام الحمد لله كانت يعني انا يمكن بقول ان انتوا الاربعه كنتوا مكملين بعض، يعني في واحد بيقدر يمسك الكوره ويعدي من واحد اثنين زيك، عبد الله سعيد يقدر يمسك الكوره ويعمل باص في العمق بشكل كبير، يقدر يشوط كويس، جده من اسرع لعيبه اللي موجودين، فكان بيقدر من غير كوره يسبق اي حد. سيد سيد عشوائي، لا ايوه سيد عشوائي سيد عشوائي يعني عشوائي اللعب كله بال لا هو ما شاء الله بيعمل حاجات كده بجسمه، ترنات بالكره، يعني اي حد يرقص اي حد ان شاء الله يعني. لا يمكن كمان الشخص قال عليه لفظ حلو قوي، قال لك ان هو مش عارف يقع، يعني هو بيبقى عايز يقع بيميل بجسمه كويس جدا بس ما بيقعش، وده شيء كويس. فعلا صح كده. عايزك تقول حاجه برضو النهارده للسيد حمدي، يعني بصراحه بقاله فتره ماشي كويس وبيهدف وبيعمل الجون ما شاء الله كويس جدا الماتش اللي فات. انت يمكن اكتر واحد انت تعرفه في لعيبه النادي الاهلي هو سيد حمدي، يعني لعب معاك في بتروجيت وكنت حاسس بيه، انا حاسس ان انت كنت بتتكلم معاه كتير. والله كابتن كنت بتكلم معاه كتير وبتكلم مع الناس زمايلنا في الفرقه ان سيد كان يستحق ان يلعب، ان هو لعيب كويس جدا، وكان يمكن في الناس شافوا في ماتش سانشاين في نيجيريا لما جاب جول، انا اول مره اشوف الفرقه كلها بتفرح ان سيد جاب، وكله بيجري فرحان لسيد ان هو جاب جول، ان سيد كان فعلا يستحق ان هو يلعب، والحمد لله ربنا وفقه. ناس كتيره كلمته في الفرقه وانا كلمته قلت له سيد اصبر وهتجيلك وان شاء الله انت لعيب كويس، ولما هتجيلك اتقنع الناس كلها، الناس اللي كانت بتقول سيد يمشي او سيد لا انت ربنا يكرمك وليك نصيب انت تكون موجود عشان انت لعيب كويس موجود في الفرقه. يعني يمكن هو ده النادي الاهلي بقى وليد، يعني هو ده النادي الاهلي، ان ما تحسش ان لو واحد حاسين ان هو لعيب كويس والكوره مش ماشيه معاه تلاقي كل الناس واقفه وراه، كل الناس تفرح له. بالظبط، يمكن انت عبرت عليها بشكل عادي جدا ان كل الناس مبسوطه ان سيد جاب جول. بالظبط يا كابتن. وفي حاجه كمان، يعني انا الماتش اللي فات انا بقالي فتره بعيد وبقالي يومين بس اتمرنت ونزلت ماتش زي كده، الحمد لله كل الناس شايلاني، كل الناس بتقرب عايزه تاخد مني كوره، كل الناس بتساعدني لما بكون قدام والمفروض ارجع دافع، في ناس عاشور او حسام غالي بينزل مكاني، يعني كل الناس يعني الحمد لله في حب، وكل الناس زي ما بيقولوا اسره واحده شايلين بعض، يعني الحمد لله برضو الناس كويسه جدا في النادي الاهلي. ده شيء كويس. طبعا ان انت بتبقى تلعب مع ناس حابه ان هي تلعبك وحابه ان انت تكسب وحابه ان انت تكون وعارفه امكانياتك ايه، لما تكون تعبان تقول لك رايح حواليك، ده بيعمل لك ايه جوه اللعب؟ طبعا ده بيديني حافز وبيديني روح جوه الملعب، يعني في حاجات ممكن ما اقدرش اكسل فيها، يعني لما بشوف زميلي بيعمل معايا ايه، لو شفت هو كده انا لازم اعمل زي ما هو بيعمل معايا واكتر، ده بيخلي الفرقه كلها ما شاء الله يعني روحهم روح واحده. يعني الناس بتستغرب ان النادي الاهلي ازاي في الظروف الصعبه دايما بتلاقي اللعيبه بتاعته رجاله، الناس بتستغرب. انت يعني بقالك سنتين موسمين في النادي الاهلي صح ولا صح؟ اكتر موسمين. ايه اللي شفته في النادي الاهلي توصله للناس يبرهلهم بالكلام ده يقول لهم لا يا جماعه احنا فعلا في حاجه غريبه في النادي الاهلي، يعني في حاجه فعلا غريبه مش طبيعي ان اللي ده بيحصل، ان فرقه تبقى بعيده جدا وما بتلعبش دوري وما فيش ماتشات بصفه مستمره، في لخبطه في التمرين، انما اول لما تلاقي مباراه بتلاقي وحوش. والله يا كابتن بص ما شاء الله يعني النادي الاهلي كيان كبير جدا، واي حد منظومه كبيره جدا ومنظومه يعني من اول عبد المحارس لحد الناس الكبيره قوي اللي فوق في مجلس الاداره منظومه واحده، يعني كلام واحد زي ما بيتنفذ من فوق اخر واحد واصغر واحد بينفذه. النادي الاهلي متعود ما بيلعبش على مركز تاني ولا تالت ولا لا، ما بيخشش ضيف شرف اي بطوله ولا بتاع، لا بيتكلم كل كلامه بطوله، يعني تدريب بطوله، احنا ما بنعرفش نلعب على التاني ولا لا،
كل كلامهم ان احنا ملعبش الا على بطولة. تيشيرت النادي الاهلي برضو يا كابتن لما بتبقى لابس تيشيرت النادي الاهلي حاجة تانية, بتحس ان انت لابس حاجات بتديك دوافع كتير جدا, تديك روح في الملعب. يعني تيشيرت النادي الاهلي ده فعلا ما يلبسوش ولا اللي يستحق يلبس تيشيرت النادي الاهلي, كأي لعيب يستحق يلبس تيشيرت النادي الاهلي, اللي هو بيدخل في المنظومة بسرعة وبيحقق اللي بيطلب منه من النادي الاهلي, انه فعلا النادي الاهلي ما بيلعبش الا على بطوله. موضوع كبير قوي. موضوع كبير. انا حسيت بساعة لما انا كنا بنتكلم, يعني قبل ما تيجي النادي بقول لك يا نادي يا وليد النادي الاهلي كبير طبعا. موضوع يعني انت ما تقدرش تستخبى في النادي, يعني ما تقدرش تعمل ماتش وماتش وماتش وما تتهرش بسرعه في النادي الاهلي. بالظبط يا كابتن. عايزك تكلمني بقى عن دور حسام غالي, لان حسام غالي عمل مباراه للتاريخ. ما شاء الله ما شاء الله, عمل مباراه تاريخ. انا دايما رايي في حسام غالي ان هو من احسن اللعيبه اللي جت في مصر في الحته دي, واحسن لعيب في مصر يقدر يلاعب الفراوده ويقدر يلاعب النصف نص الملعب معاه ويقدر يطلع الباك ليفت والباك رايت. بس اوقات لما بيلعب في نص الملعب بيبقى كويس, لما بيلعب ليبرو انا ما بحبوش لما يلعب. اصل حسام يا كابتن لعيب كوره يعني, وبيحب يمسك الكوره كتير جدا, وبيعرف يعمل ثرو باس لاي فرود يخليه يروح يجيب جول, روحه عاليه جدا, بيعرف يدافع, بيعرف لعيب كبير, عنده خبرات كبيره جدا, لعب بره كتير واحتك كتير مع لعيبه كبيره جدا ومع انديه كبيره جدا. حسام غالي من يعني افضل واحد كان في المباراه اللي فاتت. حسام غالي لما احنا بنشوفه كده من غير حتى ما بيتكلمنا, احنا بنشوف حسام بالاداء ده بيخلي كل الناس ما شاء الله عايزه تموت نفسها. ان اللي ظهر بيه حسام غالي ده مش جديد على حسام غالي, حسام غالي معروف من زمان ان هو لعيب كويس, وانا بقول ان هو يستحق يكون احسن لاعب في في في, في, في الماتش ده. لا انا عايز اكلمك بقى عن واحد تاني, يعني انتوا الاثنين كنتوا قصيرين قوي في الماتش وكنتم شايبين الحته اليمين دي شده. كلمنا عن شده شويه. يعني كل الناس كانت قلقانه شويه من شده, وكل الناس انا شايف ان هو لعيب كويس, لعب كتير قوي افريقيا ولعب ماتشات صعبه جدا ولعب نهائي يا كابتن صفاقس برضه. يعني شديد مش لعيب شديد, لعب كتير جدا وعنده خبرات ولعب كويس جدا. بس هو كابتن زي ما انت عارف في مصر لما يقولوا واحد ما بعرفش يلعب 4-4-2 خلاص بتبقى خلاص هي لبست فيه لك. هو شديد لعب في مصر 4 ولعب وراح منتخب مصر من مصري. كان اداؤه كويس جدا, هو لعيب كويس جدا. بس لما بيبقى فيه يا كابتن انا بلاعب واحد والرغي كتير عليه كلام كتير, ده لا ده مش هيعرف يدافع, لا ده مش عارف يعمل ايه, باي لاعب بيهتز بيبقى خايف يعمل حاجه الناس بيبقوا قاعدين له باصين له كده. لك هو شديد يستحق ان هو يلعب. طبعا سيد لعيب كبير, وهو طبعا كان مصاب, نتمنى له الشفاء يعني ويرجع. بالشرط يبقى الاثنين كويسين, يعني شديد لعيب كويس وسيد لعيب كويس وسيد لعيب كبير كويس وسليم و100% يلعب. بالظبط, سيد لعيب كبير ولاعب منتخب, واي من كل الماتشات اللي لعبها كان ما شاء الله في البطوله السيد, بس حظه وحش كان مصاب. وبس انا بقول شديد حقه يعني يلعب, ان سيد خلاص يعني سيد مصاب وبعيد ما حدش يلعب تاني, هو شديد بس راجل باك ليفت يعني لازم يلعب. وليد انا يعني كنت بشوفك الماتش اللي فات كنت حريص جدا ان انت تستنى شديد وتطلعه, انت كنت عايز تفوق شديد, او انت كنت حاسس ان انت فايق كويس قوي فعايز تحس شديد ان هو جوه اللقاء, يعني انت كنت بتعملها معاه ازاي؟ والله يا كابتن بص انا من ساعه ما جيت النادي الاهلي وشديد بيقول انا بحب العب معاك, ان انا زي ما حضرتك عارف انا يعني لعبت معاك يا كابتن. انا بحب العب مع الباك, يعني انا كنت مع اسامه محمد ولا بلعب معايا, بحب العب مع الباك. انا وشديد كنا بنلعب مع بعض, بستنى شديد عارف لما انا بستلم لجوه هو هيجري لبره, لما انا بستلم لبره شديد عارف ان هو ممكن يدخل جوه, ان انا كده هلعب له. الحمد لله يعني شديد لعب كويس وكورته عاليه, واي حد هيلعب قدام شديد هيلعب مع شديد, يعني مش وليد بس يعني. ان شديد لعيب كويس, شديد لعيب محترم. لعيب بس كويس. احنا انا شفته في المباراه دي, يعني انا حابب اتكلم عليه شويه, لان انا شفته في المباراه دي كان بيحاول ان هو يعني يزيد على طول اللقاء, وازاي كابتن حسام يعني مديله حريه ان هو يتحرك, ده اللي خلاه عمل كده, ان هو عايز يثبت الناس ان هو فعلا واقف على كويس, ولا ده من خلال اداء حسام غالي وحسام عاشور ان هم كانوا مديله امان في اللعب, اخرج يا جديد وما تقلقش. لا هو الماتش الاولاني اللي كان في برج العرب ما لعبش, كان عايز يقول للناس لا انا احق ان انا العب الماتش اللي فات. وغير كده يا كابتن هو شديد لما عرف ان
ان كابتن حسام قعد معاه واتكلم وقال له ان احنا ان شاء الله مكسبنا هيبقى من الحته الشمال، ان طبعا كان جنب سامح الدربالي وهارسون افوله كانوا موقوفين وهم قلقانين قوي من الحته دي. وجديد لعيب كوره كويس، بيعرف يرقص وبيعرف يعمل كروس كويس. كان كابتن حسام قاعد معاه واتكلم قال له جديد انت هتلعب الماتش ده عشان الناس دي، وان شاء الله مكسبنا هيكون من الحته دي. وانت جديد انت لعيب كويس وهتعرف تعدي وهتعرف شديد نزل عايز يثبت الكلام ده وعايز يقول لكابتن حسام الكلام اللي انت بتطلبه مني بعمله. يعني هو ما شاء الله يعني لعيب كويس والله، فعلا هو لعيب كويس وكل النادي الاهلي ادى بشكل كويس ونتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي في اليابان يعمل بطولة اكبر من كده يا رب يا كابتن. بس عايز اقول الناس كلها رجاله بجد، لعيبه النادي الاهلي كلها، الناس اللي جوه واللي بره لعيبه محترمه ولا كلام على النادي الاهلي واحد واحد. اما نرجع من الفاصل ده لسه ما تكونيش يعني لسه بدري ولسه هنتكلم معاهم. سؤال النهارده، وليد سليمان احرز هدفين في بطوله افريقيا، ايه الفرقه اللي احرز فيها وليد الهدفين؟ لا يعني جبت 3 يا كابتن. ايه جبت 3 بس في مباراه جبت فيها جولين. ايوه انا بقول لك، انا بقول المباراه اللي احرز فيها ده ما تخافش مش هناكل عليك جول، يعني الناس كلها عارفه وحافظه يعني ما مش هناكل عليك جول. مستنين اجاباتكم ومستنين اسئلتكم. انا اللينك ده ما خدتش ولا سؤال من على الفيسبوك ولا على 1006 عشان اللينك الجاي هناخد كل اسئله من عندكم. وفاصل صغير جدا جدا ونرجع معاكم على طول. لسه مكملين معاكم برنامجكم ملعب النجوم، وضيفنا النهارده الكابتن وليد سليمان. كابتن وليد، يعني مهم جدا ان انت في فتره اصابه يكون معاك حد قريب من الجهاز. والله كابتن ايوب. طب قول الو كده. الو 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 يا كابتن احمد. وليد بيقول لك الو، انت مش عايز ترد عليه ليه؟ ما اقدرش، ده وليد ده في قلبي. طبعا بمس عليك يا كابتن احمد ومنورنا في اذاعتنا الجميله اذاعه نجوم اف ام وملعب النجوم. وفي البدايه بنقول لك الف مبروك طبعا على المكسب الكبير والبطوله الكبيره دي. الله يخليك يا كابتن خالد، والله يبارك فيك، مبروك ليك ولينا وكل مصر. وفي البدايه بس بحب يعني اهنيك على البرنامج الجميل بتاعك، انت يعني كنت نجم كبير قوي في الكوره، ويا رب تكون نجم كده في الاعلام زي الكوره واكثر يا خالد، ربنا يوفقك ان شاء الله. وتحياتي طبعا للكابتن وليد نجم النادي الاهلي ونجم مصر، النجم يعني اعتقد ان النجوميه اللي هو فيها دي اقل من حجمه الحقيقي بكتير، ربنا يوفقه الفتره الجايه ان شاء الله ويكون ليه دور كبير دايما في بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن احمد، يمكن انا ما سالت وليد، قلت له وليد يعني اكيد انت بفتره اصابه بتبقى محتاج تكون حد قريب جدا من الجهاز، فاول لما اتكلمنا فحسيت ان كابتن احمد ايوب هو اقرب واحد ليه في الجهاز في الفتره الاخيره دي، لان دايما يبقى حس بارتياح كده اتكلم معاك. عايز اقول لك حاجه محدش يعرفها، فحبينا يكون موجود معانا يعني. والله يعني وليد من يعني طبعا كل اللعيبه في النادي الاهلي اخواتي الصغيرين واصحابي، ووليد بالاخص يمكن هو عشان وليد كان تربطني بيه علاقه من قبل النادي الاهلي. يعني وليد انا كنت لعيب في نادي حرس الحدود وهو كان لسه ناشئ صغير كان بيتمرن معانا، بس للاسف هو يعني ما حلتوش توفيق في الحرس ومشي، بس ده يمكن من حسن حظه انه مشي وتالق واجاد كل الاماكن اللي راح فيها، علشان كده بقى يعني لعيب من ضمن اللعيبه اللي في النادي الاهلي والمنتخب مصر. فاعرف وليد من زمان عن قرب، وعارف وليد بعيدا عن طبعا امكانياته الفنيه عاليه، ربنا يخليك، وان هو انسان وشخصيه محترمه ومؤدبه، وانا يعني سعيد ان انا اكون يعني تربطني بوليد علاقه شخصيه يعني خارج الملعب قبل الملعب، لانه انسان على مستوى شخصي هايل يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ده كلام كبير قوي. والله ده حقك يا وليد، اللي ما حد يعني اللي يمكن ناس كتير ما يعني ما تعرفوش عن وليد، ومن حقنا احنا عشان ناس جنبك وناس خارجين معاك، من حق الناس انها تعرف مين وليد سليمان خارج. الناس كلها بتشوف ان وليد سليمان نجم ولاعب كبير، انها تعرف يعني مين وليد سليمان الانسان يعني. ربنا يخليك يا كابتن. معاك بقى يا كابتن احمد وليد بقى، عايزين تتكلموا مع بعض كاننا احنا مش قاعدين او محدش سامعكم يعني. ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ ازيك يا وليد، اخبارك ايه؟ الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك، وبشكرك على الكلام الكبير قوي اللي انت قلته ده كابتن. والله حقك يا وليد، ربنا يخليك حقك بجد. لا يعني انا بجاملك دي حقيقه والله يا وليد، يعني بس عشان بس يعني بامانه والله دي حقيقه.
وانا عاوز اقول لخالد يعني واقول لك برضو فاكر لما اتكلمنا اول السنه لما كنا في تركيا وحصل بينا حوار كبير وانت يعني انت كنت قلقان لما جيت واتكلمت معايا وقلت لي ان انا يعني الموسم اللي فات يمكن الظروف ما ساعدتش ان انا كنت بلعب باستمرار وكده، انا خايف ان الظروف تبقى سنه زي السنه اللي فاتت، وانا قلت لك وليد انت لعيب مميز وعندك من الامكانيات ما يؤهلك انك تبقى راجل يعني اساسي وتدي النادي كتير، واحنا كجهاز فني مستنيين منك كتير، وقلت لك طول ما انت مستمر في الحاله دي اكيد هتاخد حقك واكيد هتبقى كويس واكيد هتبقى متميز وحاجات كتير بقى، وانت كمل بقى يا وليد. الله يخليك كابتن، لسه كنت بقول لك كابتن خالد والله كابتن ايوب يعني في اول ما جه اتكلم معايا وهو اللي خلاني يعني وصلت المرحله دي وخلاني قال لي اتمرن الحمد لله يعني ربنا يخليك كابتن، وانا بشكرك يعني والله عارف ان انا بحبك من زمان من ايام الحرس يعني وكده. انا انت محترم قوي، ربنا يخليك كابتن. اسمحوا لي اخش في الحوار بقى. كابتن احمد انتوا مركزين لغايه بكره بقى، طبعا هترجعوا بكره ان شاء الله. ان شاء الله في ماتشات وديه بقى في الفتره الجايه ولا هترجعوا ازاي ولا هو ان شاء الله بكره هيبقى اول يعني تجمع لينا، طبعا كابتن حسام انت عارف انه مش موجود في كندا عنده اجازه خمس. كابتن محمد يوسف هو المدير الفني دلوقتي هيقود السفينه الفتره دي. ان شاء الله بكره هنقعد مع بعض وهنجهز للفتره الجايه واحنا كان في مفروض ماتش ودي في احدى الدول العربيه، بس يعني في احتمال كبير انه الماتش ما يتلعبش. لو ما تمش المباراه الوديه هنا ان شاء الله وبعدين نسافر ان شاء الله. كابتن شايف اليابان ازاي بقى يا كابتن؟ ساقعه. شايفها ازاي؟ بطوله كبيره يعني. بص يا خالد، يعني احنا كنا في بطوله كبيره وفي ظل ظروف استثنائيه اكتر من صعبه قدرنا بمجموعة اللعيبة الرجالة اللي معانا ان احنا بشوية اصرار وعزيمة وتركيز وكل الناس كانت متحملة المسؤولية قدرنا ان احنا يعني طبعا بتوفيق ربنا وفضل ربنا في الاول قبل اي حاجة ان احنا نكسب ونرسم بسمة على شعب مصر المحب للرياضة في وقت كان كل الناس يعني كئيبة وزعلانة من الأحداث اللي بتمر بيها البلد الفترة الأخيرة. طبعا احنا في يعني بطولة اليابان ده حدث كبير، حدث عالمي. النادي الأهلي مش هيمثل اسمه بس كاسم النادي الأهلي، انما هيمثل مصر كلها، وانت عارف ان الرياضة هي أداة من أدوات المجتمع اللي بتعكس طبيعة المجتمع للناس بره. طبعا لازم تبقى على قد المسؤوليه ولازم تعكس دور مصر الحضاري الجميل من خلال النادي الاهلي في اليابان. فاعتقد ان احنا رايحين وكلنا يعني طبعا في ناس كتير راحت البطوله قبل كده من اللي موجودين معانا، وفي ناس لسه بتروح لاول مره، يعني ناس من الجهاز وناس من اللعيبه. حدث كبير جدا هيبقى يعني شرف لكل واحد يكون متواجد في الحدث دوت. نتمنى ان احنا نكون على قد المسؤوليه وعلى قد الحدث ونعكس دور مصر الايجابي ان شاء الله هناك. ان شاء الله نورتنا كابتن احمد، ونتمنى ان شاء الله دايما تكونوا في متقدمين وتاخدوا البطولات كلها، وده يعني حظكم بقى هتطلعوا من بطوله كبيره تخشوا بطوله اكبر، وان شاء الله تبقوا تأدوا بنفس الاداء وماتش هاير جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وماتش هاير جدا بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي اللي حضر له بشكل كويس جدا، وماتش هاير للدكتور ايهاب علي والكابتن ابو علي كل الجهاز الفني. الف مبروك كابتن. ربنا يخليك يا كابتن خالد، والنجاح ده يعني مجهود كل الناس اللي تعبت من اول اصغر واحد في النادي لحد اكبر واحد في النادي، كل الناس تعبت عشان كده ربنا وفقنا الحمد لله. شكرا كابتن احمد ناصر. شكرا كابتن خالد. شكرا. كابتن احمد من الشخصيات اللذيذه جدا. طبعا انا بحبه جدا، شخصيه جميله جدا كابتن احمد. انسان بمعنى الكلمه، يعني بيشوف كل بيحس بكل الناس، يعني طيب جدا بيحس بكل الناس. لما بيشوف حد كده زعلان او متضايق في التدريب بيقعد معاه وبيكلمه، بيحاول يطلعه من هو فيه، يعني مش انا بس، وقف جنب سيد حمدي وجديد، ولما لقينا كده دماغنا مودانا لحته كده صعبه. بصراحه يعني ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه يا رب دايما كده ويوفقه مع كابتن حسام ومع النادي الاهلي ان شاء الله. انا عايز اتكلم بقى عن حد بيتعب كتير قوي وحاسس ان اللعيبه برضو يمكن ما تتكلمش عنه كتير في الفتره الاخيره، انما هو بيتعب كتير قوي، كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد ما شاء الله عليه، يعني الفتره اللي فاتت تعب جدا، قبل كل سفريه بيسافر قبلنا بثلاث ايام ولا اربع ايام، بيروح يظبط لنا المعسكر ويشوف لنا الاقامه هناك والملاعب.
يعني زي ما حضرتك قلت يا كابتن هو اكتر واحد بيتها في مجهود كبير مجهود. جدا يعني يمكن كان انا لما بقعد اتكلم مع كابتن سيد الحفيظ بقعد يقول لي لا احنا كنا لعيب الكره ده متعه تانية خالص, انما انت تبقى شغل شغل اداري طبعا شغل مجهود كبير جدا كل الناس تبقى مسليتك ده شيء صعب جدا. بالظبط يا كابتن, يعني زي ما حضرتك قلت لما كان لعيب كوره بيبقى عايل هم نفسه بس لك دلوقتي عايل هم فريق كامل بجهازه بالعمال بحاجات كتير بالجمهور, ولما بيكون في جمهور جاي لنا بره في سفريه بتاع لا يعني ما شاء الله عليه ربنا يا رب يوفقه ويديله صحه وكان عامل عمليه كده وربنا يشفيه يا رب ويرجعه يلعب تاني كده خماسي. اه محتاجينه في الخماسي او في الشمس. بقول لك يعني تبقى كويسه قوي ان ما تحس ان الجهاز يعني سنه قريب منك غير لما بتحس ان الجهاز في فرق كبير في السن. طبعا يا كابتن, وبالذات مدير الكوره يعني انا شخصيا حابب كده ان مدير الكوره بتاعي يبقى قريب مني في السن, احس ان انا في وقت اقدر اتكلم معاه. فعلا يا كابتن بيبقى فاهم دماغك وانت فاهم دماغه بس في نفس الوقت يا كابتن كاب سيد ما شاء الله شخصيه جميله جدا واي حد يتمنى يتعامل معاه. كاب سيد يعني على المستوى الشخصي جميل جدا يعني. طيب انا عايز اسيبك بقى دلوقتي تفكر بقى شويه عشان نرجع بعد الفاصل ده نتكلم شويه بقى عن الحج والحاجه ومشروع الجواز, ونتكلم شويه بقى نخرج شويه من الكوره ونخرج شويه من تفاصيل بقى اليابان وماتش الترجي, ونتكلم بقى شويه عن وليد بره الملعب ان شاء الله. ماشي يا عم وليد, واللي عايز يتكلم مع وليد بقى في اي حاجه بره الملعب يستنانا بعد الفاصل ده. وسؤالنا النهارده كابتن وليد سليمان احرز هدفين في بطوله افريقيا, هو احرز 3 اهداف عشان هو بيزعل, احرز 3 اهداف فيهم ماتش احرز فيه هدفين, والإجابة أنا شايف فيه إجابات كتيرة قوي هنحاول نقراها النهاردة كلها معاكو, ومستنونا لحظات نرجع نكمل معاكو على طول. لسه مكملين معاكو برنامجكم ملعب النجوم, وضيفنا وضيفكم النهاردة الكابتن وليد سليمان. كابتن وليد عايزين نكلمك بقى عن البداية, بداية بقى طبعا تمنين بقى عرف الناس انت منين ووالدك والدتك. انا صعيدي وبتشرف ان انا صعيدي من المنيا. انا زمان كان بيزعلوا مني اول لما كنت اقول انا من السويس وانسى انا يعني بيزعلوا, فلازم تبقى عارف الناس كلها تبقى انت منين, لان اهلك الناس تربيت معاهم اصحابك كل الناس لهم يوم حق عليك يعني فرصه في وقت زي ده تشكرهم يعني. طبعا كابتن الحمد لله ان انا من السعيد ومن المنيا من مركز بني مزار. الحمد لله يعني من اسره الحمد لله على ده الحمد لله كلنا. والدي تعب كتير جدا عشان انا اوصل الحمد لله اللي انا وصلت له ده, انا واخواتي. والدي قعد حوالي يمكن 20 سنة يسافر السعودية يشتغل, ولما جه يعني شاف ان انا في التعليم مقصر شوية وقال لي خلاص دي حريتك, انت شايف طريقك وشايف هدفك خليك فيه, وانا معاك برضو هساندك. الحمد لله يعني حد ما وصلت, وفي ناس كتير جدا ساعدوني في البلد, منهم كابتن رضا عبد المولى معروف طبعا نجم المانيا, كابتن عيد كمال, كابتن عادل لبيب, كابتن عاطف سعد, كابتن حسني فؤاد, ناس كتير مش عايز انسى حد كلهم لهم فضل عليا لحد ما وصلت يعني الحمد لله. الحرس الناس دي كانت بتساندني وبتديني دفعه كتير جدا, ويمكن انا لعبت ممتاز به وانا عندي 14 سنه. لعبت كان ضد اسمنت سيوط والبترول واسوان. الحمد لله كابتن يعني مش عايز انسى حد يعني, ناس كتير تعبت عشان خاطر وليد سليمان الحمد لله بشكرهم, وبالاخص بشكر والدي ووالدتي واخواتي وعمامي. عندك كم اخ؟ عندي اخ عماد اصغر مني بسنه بيلعب كوره برضه بس ما عندوش فكره. لا لعيب كويس بيضرب كتير قوي كتير قوي. بيلعب في دمنهور. وعندي اخويا طارق صغير بيلعب في الانتاج الحربي. واختي ولاء اصغر منك كلهم بقى, ولا انت اكبر واحد؟ لا انا اكبر واحد. هم انت اكبر واحد. انت المسؤول عن الموضوع كله. طيب وليد بقى يعني كلمني هتتجوز امتى؟ ان شاء الله كابتن باذن الله لقيت بنت الحلال يعني الحمد لله. لقيتها خلاص يعني الحمد لله ربنا يدوم عليها نعمه. مهم جدا طبعا يا كابتن, مهم جدا تلاقي حد تتكلم معايا ويحافظ عليك يا كابتن في نفس الوقت ويهتم بيك, وقبل الماتشات لازم تلاقي حد كده يديك دفعه يكلمك يقرا معاك قران يعني الحمد لله ربنا يدوم عليا يعني بنت حلال. ان شاء الله بعد اليابان باذن الله هعمل منظار, بعد المنظار ان شاء الله هدخل باذن الله. خلاص نويت
نويت ان شاء الله يا كابتن خلاص بقى. شيء كويس جدا والله، انا مبسوط لك. هتعزمني انت؟ مش محتاج اعزمك يا كابتن، انت اخويا، في حد يعزم اخوه؟ لا، مهم جدا. انا مبسوط جدا لما انت يعني تلاقي شريكة حياتك، وده شيء مهم جدا. التوقيت صعب دلوقتي، اختيارها كان صعب جدا. يعني انت في توقيت زي ده في الزحمة، اكيد عشان تختار حاجة اكيد انت مقتنع بيها 100%. طبعا يا كابتن، الحمد لله انا بعرفها من حوالي 3 سنين او 4 سنين. ده فترة طويلة بقى. الحمد لله، بس هي بتدرس بقى، وانت عارف يا كابتن جو الدراسة ده صعب قوي، صعب جدا، ولازم تخلص وكده. الحمد لله يعني ربنا وفقها قدامها كام شهر كده وتخلص، وبعدها الفرح ان شاء الله. بعدها الفرح. يعني انت مش مستني المنظار بقى، انت مستني هي تخلص. لا، المنظار ده جه لسه جديد. لسه جديد. وليد، يعني انت قلت والدك تعب كتير قوي معاك، والدتك بقى دورها ايه في حياة وليد؟ والدتي والله بالنسبة لي كل حاجة، وجدتي، مش عايز انسى جدتي، ان انا اللي ربتني جدتي. جدتي دي طبعا انا بحبها جدا، ربنا يديها طول العمر يا رب. وطبعا مع والدتي بيدعوا لي كتير جدا، بيحبوني جدا، تعبوا معايا كتير. ما بتشوفهمش انت بقى ساعة الماتش بقى كابتن، حاجة تانية يعني. شوفوا مثلا وليد وقع، يعيطوا بقى ومستنين نجي البيت، وبيبقوا مخضوضين يعني خضة جامدة. والدي بقى بتشوفوش باعد بقى على الارض، وايديدي بقى في الارض جامد. جيب كده اشوت كده يعني. عايز بقى، عايز يلعب معاك انت. والدتي تقول له بالراحه، تحتينا جيران يقولوا علينا في ايه، وهو يقول له الماتش، استنى سيبوني بس للماتش، انا متابع الماتش. ربنا يخليهم لك يا وليد، ان شاء الله يتمم لك الجواز على الف خير. نرجع بقى نخش بقى الايه الرساله بتاعتنا. وليد، انت بتشجع الريال ولا البارسا؟ لا، البارسا طبعا. بارسا؟ اوف، اختلفنا وليد. ايه بس اختلفنا. يعني انا بشجع الريال. تحب مين بقى في البارسا قوي غير ميسي طبعا؟ فين يستا وشافي بس عايز اقول لك حاجه كابتن، انا كنت بحب الريال ايام زيدان وبيكهام وكارلوس وراؤول، الناس دي. بس دلوقتي بحب برشلونه علشان خاطر نيستا وفابريجاز. لعبتوا الطريق الماتش اللي فات بطريقتهم. بس صعب طريقتهم يا كابتن شويه، بس مش طريقتهم. شويه. لا، محدش بيلعب زيهم يا كابتن ما شاء الله يعني. فرقة تقيلة قوي. محمد كيلاني بيقول لك مساء الفل يا كابتن وليد. مساء الفل يا حمام. وليد سليمان، ده عبد الرحمن مجدي بيقول لك وليد سليمان ميسي الجديد. طب ايه يا عبد الرحمن مجدي؟ ده حبيبي، بس مش عارف هو ولا مش هو. طب ابعت لنا بقى لو انت هو، قول. ربنا يخليك يا عبد. مصطفى جمال بيقول لك والله يا كابتن بيبو انا مش عارف الاجابه، بس نفسي توصل سلام للكابتن وليد سليمان وسلام امانه كابتن بيبو. يسلمك يا رب. ادي السلام بتاعك وصل، و ده 100 100. وخد تمام. وخد تمام. الهدفين في تشيلسي يا كابتن بيبو. على فكره كابتن وليد، بجد انت من ارجل اللعيبه اللي في النادي الاهلي، وربنا يوفقك. وصدقني رقم كاس العالم سهل السنه دي، لان الفرق اللي في البطوله مش هي اللي في السنه اللي فاتت. يا رب ان شاء الله، احنا بنعمل اللي علينا وبنسعى وبنجتهد، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني. ماشي. محمود الجنزوري بيقول لك في ذهاب مباراه الاهلي وتشيلسي في استاد القاهره، والهدفين كانوا ورا بعض في الدقيقه 76 و72 بالاشتراك مع عبد الله سعيد ومحمد نجيب، وانتهت المباراه 4-1. وانا بحبك جدا يا كابتن وليد، انت وكابتن خالد. الله يكرمك، ربنا يخليك. بس هو ما كانش في استاد القاهره، عشان احنا ما لعبناش في استاد القاهره. هرشك على طول يا دول. جماعه برضو قلنا يا ريت اللي عايز يبعت لنا هنا طبعا يبعت لنا، بس احنا هناخد الاجابه كلها من 1006، عشان هنا مش هينفع نتواصل معاكم. في واحد بيقول ماشي، بعت سلامي للناس دي، يعني محمد وهدان واحمد جمعه واحمد شمس ومحمود شمس وباسم خالد واسلام الرفاعي واسامه عاطف. ماشي يا عم، واسلام عاطف. الاهلي لعب ماتش اسطوري على الترجي، وكابتن وليد لعب ماتش جامد جدا والله، هو حسام غالي وجده واللعيبه كلها كانوا رجاله. الحمد لله، الناس كلها ما قصرتش، الناس كلها كانت رجاله والله، الحمد لله كانت رجاله. وليد الحمد لله كابتن، زي ما قلت لك ان اول مره اشوف روح غير طبيعيه في اوضه اللبس قبل الماتش، الناس كلها يعني ان شاء الله قبل الماتش. قبل الماتش.
والله وليد يعني انا بصراحه مباراه بالنسبه لي كانت مهمه جدا ومباراه كانت قويه جدا، ونتمنى دايما يا رب انتوا تعملوا مباراه بالشكل ده يا رب يا كابتن. احنا ان شاء الله يعني نتمنى ربنا يوفقنا والتوفيق يحالفنا في اليابان، ونرجع مبسوطين ونفرح كل مصر ان شاء الله. وفي مؤمن بيقول لك المجد للشهداء. طبعا يعني الناس دي ضحوا كتير عشاننا و ربنا يرحمهم، احنا افتقدناهم، والناس دي احنا بنهديهم طبعا الكاس. في فرج بيقول لك عاشق وليد سليمان. ربنا يخليك يا فرج. طيب ماشي يا عم فرج. انا عمر طارق، انا زملكاوي بس بحبك يا وليد يا مس العرب. الاجابه تشيلسي. ربنا يخليك يا رب. ماشي يا عم وليد، انت بقيت بتاخد الاهلاويه والزملكاويه دلوقتي. الاجابه بكاره يا كابتن. الاجابه بكاره. وليد احرز هدفين روعه في تشيلسي والماتش خلص 4-1. انا اسلام سامي، ويا رب اكسب. تكسب ان شاء الله يا وليد. يعني قرب لنا بقى الاجابه، يعني ادينا حاجه من الاثنين، يعني قول لنا فرقتين وفرقتين سهلين، يعني يعني تشيلسي ومين؟ تشيلسي و خلاص انت قلت الاجابه وليد. تشيلسي وتشيلسي. طيب ماشي يا وليد، يعني انا كنت حابب ان انا اتكلم معاك في 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 حاجات كتيره قوي، ومنتخب مصر، وهنرجع بعد فاصل بقى نتكلم عن منتخب مصر وكره، وكره في مصر عامل ازاي، وناخد بقيه الاسامي اللي مبعت لنا النهارده، ناخد الاجابه. واسمح لنا وليد نطلع فاصل ونرجع على طول. سؤال النهارده يا جماعه، كابتن وليد احرز هدفين في بطوله افريقيا في ماتش واحد، ايه هي الفرقه؟ وليد قال نص الاجابه، ثواني نكون معاكم. لسه مكملين معاكم برنامجكم ملعب النجوم، ونضيفنا النهارده الكابتن وليد سليمان. كابتن وليد، كلمنا بقى شويه عن منتخب مصر وظروف اللي بيمر بيها منتخب مصر، وهتوصلوا كاس العالم ولا لا؟ وطبعا دلوقتي هتبقى ان شاء الله يعني من اللعيبه الاساسيين في منتخب مصر. ربنا يخليك يا كابتن. والله انا زعلان جدا على الظروف اللي بيمر بيها المنتخب، وحاسس ان مفيش حد بيساند المنتخب. عيب قوي كابتن بعد اللي وصله المنتخب، ترتيب تاسع العالم. نشوف اللي بيحصل ده، مفيش حد بيساند المنتخب. هم دلوقتي يعني الحمد لله ماشيين كويس في التصفيات، بس حاسس ان الامور بعيده قوي دلوقتي. البلد مفيش استقرار، مفيش حد من المسؤولين في البلد بيحاول ان هو يساعد المنتخب حتى بماتشات تبقى داخل مصر. في مشاكل كتير في اتحاد الكورة، يعني حاسس الدنيا بعيدة بالرغم ان احنا قريبين لكاس العالم. اتمنى من ربنا الفترة الجاية الناس المسؤولين يحاولوا يبصوا كده، ويحاولوا الدوري يرجع علشان خاطر المنتخب. يعني ما نقولش عشان خاطر الاندية، لا، اولا المنتخب وبعدين الاندية. ان شاء الله يعني ربنا يوفق الناس المسؤولة دلوقتي اللي موجودة، ونشوف المنتخب زي ما فرحنا السنين اللي فاتت مع كابتن حسن. نتمنى من مستر بوب برادلي وكابتن ديا وكابتن ديا وكابتن زكي ربنا يوفقهم ان شاء الله. انت وليد طبعا يعني دلوقتي المنتخب هيبقى عنده ماتشات مهمه جدا، انت شايف ان انت هيبقى ليك دور في الفتره الجايه مع منتخب مصر، ولا شايف ان انت ممكن تبقى بعيد عن منتخب مصر؟ والله يا كابتن دي حاجه ترجع للجهاز الفني. انا راجل زي ما قلت قبل كده موجود في المنتخب، حاول اكون اقصى حاجه عندي اقدمها لمنتخب مصر. مش موجود برضه هشجع منتخب مصر، ده بلدي يعني. دي حاجه تشرف كل المصريين وكل لعيبه مصر. بس يعني انا الحمد لله الفتره فاتت كنت موجود، بس اللي خرجني من المعسكر مشكله ركبتي. واتمنى طبعا ان شاء الله الفتره الجايه اكون موجود. يعني اصل انت عارف ان الاختيارات ممكن اجي المباراه الجايه ما اختاركش. انا بتكلم عشان انا اعرف الناس انت طبيعتك ايه من جواك، من الناس بقى اللي بتبقى بتهري كده في نفسها وبزال. لا، منتخب مصر ده شيء مهم جدا بالنسبه للعيبه كلها، بس لو ما اخترتش مش هتطلع، يعني يبقى في تلويش في الجرايد ولا الاجهزه. يعني الحمد لله كابتن انا ما عملتش كده، ولا عمري عملت كده في جهاز المنتخب. ان انا الحمد لله باخد بالاسباب، وبقول ان ما ليش نصيب، يعني ممكن اروح واتصاب اروح الحمد لله. يعني هو ده اللي انت عايز تقوله بالنسبه لمنتخب مصر. اخبار الكابتن ده ايه معاك؟ كابتن ده دعس ايه بقى؟ قول لي على المكالمات اللي بينكم وبين بعض كده في الهدوء. لا انا شفته في الطياره. واتكلم معايا قال لي مبروك كويس هاي ما شاء الله، وهو ده الوليد اللي احنا كنا عارفينه بيتكلم عليه.
شوف بقى موضوع رجلك بدري بدري عشان تشارك معانا. قلت له بعد اليابان، قال لي بعد اليابان تعملها ومش تلعب معانا بعد اليابان. كل واحد دلوقتي بيدور على نفسه. قلت له والله يا كابتن هشوف، واللي في الخير يقدمه ربنا، وطبعا انا اتمنى اكون موجود يعني معاهم ان شاء الله. هتروح البلد انت؟ والله يا كابتن كنت هروح انا من يومين، بس الدكتور فضل اللي ما سوقش عشان عندي رشح في ركبتي وكده. خليها بقى الاجازه الجايه بقى، اجازه طويله. وليد يعني واحد بيقول لك وليد انت من الناس اللي هيغيروا الاهلي في اليابان باذن الله، ده عندليب القهوه حكيم خطاب. ربنا يخليك ان شاء الله، يعني اكون عند حسن ظن الجمهور كله ان شاء الله. واحد بيقول لك اقسم بالله انت نجم يا وليد، مات الكلام. ربنا يخليك يا رب. ايه ده؟ ايه يا عم الكلام الكبير ده يا عم وليد؟ ربنا يخليك. وليد يعني عايزين نتكلم برضو، انا عايز فرصه انت موجود معايا، عايزك تكلمني على النجوم الكبار بتوع النادي الاهلي، وائل جمعه، بركات، ابو تريكه، عماد متعب، يعني في كلام كتير في الفتره الاخيره الناس دي هتجدد وان شاء الله يجددوا بعد الدور. النجوم ايه معاك في الفرقه؟ لا كابتن، الناس دي ناس نجوم كبيره، واي حد يتمنى يكون موجود في وسطهم. الناس دي انا اعرفها قبل ما اجي النادي الاهلي من المنتخب، لانضمامنا المنتخب مع بعض. لعيبه محترمه، لعيبه حتى لو مش موجودين في الملعب بيحفزوا الناس اللي موجوده في الملعب. لا ناس جميله جدا يعني، وانا زي ما قلت قبل كده، حتى قلت الكلام ده لمستر مانويل، انا يعني بحمد ربنا ان ربنا جعلني اكون موجود في وسط النجوم دي ووسط الجهاز الفني اللي هو ليه تاريخ واحرز بطولات كتيره للاهلي. شكرا يا وليد. شكرا يا كابتن، نورتنا النهارده وكنت ضيف عزيز علينا. ربنا يخليك. الفائز النهارده اسمها صفاء محي من الشرابيه، لان احنا بقالنا فتره ما فيش بجنس لطيف وبيزعلوا مننا، فالفائز النهارده صفاء محي من الشرابيه، تليفون اخره 02. نورتنا وليد، ان شاء الله دايما تكون في احسن صحه واسعد حال. ربنا يخليك يا كابتن، اشكركم جدا، واقابلكم يوم الاربعاء الجاي قبل ساعتين من دلوقتي. ده يكون معاكم نجم القهوه احمد يونس.